أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى عزيز مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم، مساء الخير الناس اللي في اللايف، السلام عليكم الناس اللي في البيوت، السلام عليكم قوات مسلحة مستنفرين مقاومة شعبية، السلام عليكم، السلام عليكم غسان، السلام عليكم ياسر في عليين والشهداء الكرام، ربنا يتقبلكم إن شاء الله ويتقبل جهدكم وجهادكم وينزل السكينة في قلوب أهلكم وذويكم والشعب السوداني الشعب السوداني الصامد الباسل، السلام عليكم، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين، كيف أحوالكم؟ طمنونا عليكم. والمتابع في معركة الكرامة يعني دارين نعمل فرش متاع زي ما كل يوم بنعمل فرش متاع يعني، وبنناقش القضايا بكل وضوح وشفافية عشان نجد حلول ومش نجد أسباب للهروب. يعني اعتماد الناس في عملية الانتقاد، إذا كان السلطة الرابعة هي الصحافة والتلفزيون والإذاعة، دورها إنها تسلط الضوء على قصور الحكومات ومطالب الشعوب، ولكن الأمانة الصحفية بتقتضي إنك أنت تقول الخبر والمعلومة تنقلها زي ما هي. وإحنا دورنا الآن مقاتلين مع القوات المسلحة بالكلمة وبالحق، ما دورنا إنه نحن ننقل المشكلة ونتكلم فيها وننقلها للجهات المسؤولة ونعمل رايحين. إحنا صناع الحلول وكشعب يعني، مش داعمين للقوات المسلحة بس، إحنا الشعب السوداني الآن بحسابات عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية قايمين بواجبنا المحتم في المعركة تماما. يعني الناس قايمة بدورها، ف إذا كان الإعلام دوره ينقل المشكلة بس ويعكسها والقصور والمسؤول منه ويخاطبه حتى لو بلهجة عنيفة، فلحد هنا ده دور الإعلام والصحفي اللي بياخد عليه مرتبه أو بيقتضيه عليه ضميره. إحنا ما دورنا كده يعني، احنا ما بنجي نقول والله القصور في الحته الفلانيه ونجي ننبذ ونمشي او نجي ننتقد ونمشي، احنا دورنا نصنع الحل ونقيف على الحل لحد النهايه. وطريقتنا المتبعه دي بتورينا القصور وين، وفي نفس الوقت بنخترع حلول وبنكتشف حلول وبنقدم حلول وبنسعى في حلول
وبنجيب فيها. دي اول حاجة الناس تثبتها عندها. يعني احنا شايفين الخلل في القوات المسلحة، الخلل في القوات المسلحة معالجته بالطرق المتاحة يعني المقترحة من الناس، هي حيأزم المشكلة اكتر من انه يلقى لها حل، هو ذاته هيبقى مشكلة. يعني فكرة ان احنا نغير القيادة بتاعت الجيش من بداية المعركة حتى الآن، في أي يوم تختاروا أنت الموضوع ما هو، لأنه والله أنصار عدم تخوين القوات المسلحة، إحنا ما أنصار عدم تخوين القوات المسلحة. الناس ما تحرف الكلام عشان تجد لي روحها مبررات وتقول الواحد يقول إنه عليه عملته، والله قلنا البرهان اتغير والناس رفضت، لا 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 ما تقول كده. أنت ما قلت البرهان اتغير وواصلت، أنت قلت البرهان اتغير وسكت، ما وصلت. هو اتغير كيف؟ ولو اتخلقت المسألة دي بعدين خلقت مشكلة، مشكلة بتاعت منو اللي يحكم بدل البرهان؟ لأنه أنت ما حتجيبه بانتخابات، ما كل زول حيقول إنه أنا أحق وأولى. دي بعدين حتكفي لك كيف أنت المشكلة دي؟ ما اديتني حلولك. الكلام اللي أنا حقوله ده الناس تحفظه، ودي شهادتي وده كلامي، عشان ما تجي بعدين تلقوا لكم لف ودوران. والله ما حننتصر في وجود البرهان، ده كلامنا، لا لا لا. هو البرهان ده انت ما حننتصر في وجوده، انت دار تحل الموضوع ده كيف؟ دار تمشي البرهان ده كيف؟ واحدة من الحاجات اللي بتحصل الآن في السودان الحرب دي أساسا إنه هي تمشي البرهان. ده كل الموضوع، يعني أنت المقترح الدار تقوله ده إنك تمشي البرهان بانقلاب، ما هو الحاصل في السودان ده لو 17 شهر ده انقلاب بالمناسبة. اللي انت هسه بتدفع فيه ثمنه داخل السودان وخارج السودان، اللي هو بيجي انه يدفع ثمنه المواطن وبقاء الامه، هو ده واحده من المقترحات في اقاله البرهان. المشكله ما في اقاله البرهان، المشكله في بديل البرهان. البديل بتاع البرهان اللي انت هسه بتقول لنا جيشنا ما بينتصر في وجود البرهان، جيشنا ما بينتصر في وجود القيادات. انا متفق معاك تماما، مشكلتي معاك انك مقترحك ده ما كملته. طيب انا هسه احنا عندنا معالجات لو اتفقنا عليها بصوت واحد بيتم الضغط اللي احنا بنعمل فيه ده، اللي هو وصل المرحلة دي من صمود القوات المسلحة والتفاف الشعب السوداني، من ابتداع وسائل بديلة من المقاومة الشعبية والاستنفار، من المبادرات، من صبر الشعب السوداني، من ثقته في الله عز وجل وفي قواته المسلحة. دي تمت لانه المساله دي تمت بضغوط. البرهان ده اساسا ما اخترته انت، تاني بذكرك البرهان ده اختارته الحريه والتغيير، ودافعت عنه الحريه والتغيير، والقالت انه هو حيعمل التغيير في السودان هي الحريه والتغيير ما انت. الليله هي دايره تنط في كلامها وانت بتباري فيها وانت بتسمع في كلامه. هي نفسها اللي بتقول لك غير البرهان ده، هي نفسها جابته ووصلت البلد دي مرحله، والحل بيقولوه في نفسهم، احنا نزيح على البرهان عشان يجي خالد سلك وحمدوك. ما هو طارح نفسه حسي في القاهره، وطارح نفسه حسي في اديس ابابا. دار انت، احنا مشكلتنا حلولنا بتبقى مشاكل. التجربه دي في ناس ما مستوعباها. لما احنا عملنا الثورة، الثورة كانت حل مشكلة، بعدين بقت الثورة في نفسها مشكلة. يعني حس احنا ما بنعالج في اخفاقات وجرائم الكيزان، احنا بنعالج في اخفاقات وجرائم الناس السرقوا الثورة. حس اللي بيحصل ده في السودان كله ما عنده علاقة بالكيزان، ده عنده علاقة بثورتنا، بمطالب ومطامح واحلام الشعب السوداني. في زول ساقة وداه في حتة وبعدين حصره في نفسه وبقى مشروع أجنبي. موضوع إنك أنت ما شايفه ده موضوع بيخصك. العالم الليلة مشكلة قايمة في الكونجرس الأمريكي مع الرئيس بايدن، اضغطوا في الإمارات لأنه الإمارات هي من أشعل الحرب في السودان. مكتوب التقرير كده، تيجي تقول لي الإمارات إمارات الخير؟ حمدوك يعمل فيها لقاء يقول إنه الإمارات قدمت للشعب السوداني. مذيعة سكايبي تقول الإمارات قدمت 8 مليون للشعب السوداني. قدمتوا كم؟ 8 مليون.
امبارح البرهان في لقائه مع الصحفيين قال لهم الامارات رسلت 100 مليون دولار نزلتها في حساب عبد الرحيم دلقو. ممتاز. احنا حنرد على حمدوك وحنرد على مذيعة سكايبين وقول لهم الامارات دي وعدت السودان ب 3 مليار دولار في حالة تغيير الكيزان. لما التغيير تم وزير المالية حقهم بدوي طلع في مؤتمر صحفي قال الوضع الاقتصادي السيء ده لانه في مانحين وعدونا بقروش. قال الامارات وعدتنا ب 3 مليار دولار ادتنا منها 250 مليون دولار. قال الكلام ده بعد 7 شهور و17 يوم من استلامه للسلطه، او الحريه والتغيير استلمت السلطه. اذا هي انت بتتكلم انه الامارات دعمت، الامارات ما دعمت. عندها دعومات كانت زمان واعده بيها اتسببت في الوضع الاقتصادي لما الحريه والتغيير خشت في النص، بقت في يدها لغمه سائغه لانه قالوا لهم حنديكم قروش تنفذوا مشاريعكم. اول من استلموا السلطه قال لهم ما بنديكم. السعوديه ما وفت بالتزامها مع قحط. ما السعوديه برضه قالت التغيير لو حصل حندفع قروش. انت شايف الامارات اللي بتعمل فيه تيجي تقول لي الامارات دفعت 8 مليون دولار؟ العالم كله بيتكلم انه الامارات دي ممول الحرب دي فوق ال 17 مليار دولار الان. متحملاها تكاليف الامارات عشان تكتلك وتيجي تقول لي يا اخي ادتنا 8 مليون دولار؟ انت مغيب روحك، انت ما شايفها حرب عالميه، انت ما شايف الاستهداف ده للامه السودانيه، انت ما شفت اللي بيحصل في سنجه نموذج انهم دخلوا للمواطنين العزل، ما مشوا فتشوا العساكر، مشوا دخلوا للمواطنين. ولا قايمة بتاعت كيزان ولا قايمة مستنفرين بيكتلوا من طرف. تفهموا انه المعركة دي حجمها شنو الان عشان بعدين تتخذ القرار الصحيح. المجموعة الحسيحية بتقودك وتقول لك والله احنا بنتكلم عن القيادة. ممتاز. مشكلتنا الان في السودان انه احنا لما نبتدع الحلول، الحلول ذاتها بتبقى مشكلة. فانا ما بثق في الحلول بتاعتنا دي. هسي قالوا الحل نزيح البرهان، ما اداني بديله شنو؟ ما اداني البديل، حيمسك منه بياتوا طريقة. طيب اللي بيمسك منه بالاسم خليه، الطريقة اللي حيمسك بها شنو؟ انقلاب، استفتاء، انتخابات، لحد ما الزول يمسك وضع البلد ووضع الحرب ووضع الجيش حيكون منه ماسكه منه. الوضع شنو؟ التغيير ده حيجي بإصلاح داخل المؤسسة العسكرية. البرهان قبل كده قلنا له امسك مجلس السياده واعمل مجلس اعلى للقوات المسلحه وعين فيه الكباش، عين ياسر عطا، عين اي ضابط انت دايره تضمن ولاءه للقوات المسلحه ولاءه للشعب السوداني. افصل شغلك يا برهان من القوات المسلحه، لانه انت لو وقعتها ولا استهدفوك انت بقوانين ولا عقوبات حتاثر على القوات المسلحه. دي حلول اصلاحيه جوا المؤسسه العسكريه. لانه الحلول بتاعتي انه احنا نقفز في الظلام نغير الزول ونقعد نتلفت بعدين، الكلام ده ما بينفع. ما في زول يقول لي والله غير القياده وبقي القياده الموجوده ما بننتصر وما اداني حلول انه حاعملها كيف. عشان بعدين يجي يقول لي والله يا اخي ما تمت. ما هو هسه احنا ده كلنا قلبنا على الحريه والتغيير، لانها وعدتنا بحاجه وما قدرت توفيها، مش اتغيرت بعدين وحملونا احنا المسؤوليه. الحريه والتغيير هسه بتدعي انه الشعب السوداني ده فلول، وانه الشعب السوداني ده كيزان، وانه الشعب السوداني ده دمه مستباح. قلبت علينا احنا ديل، قلبت على الشعب بشهداء وبثورته وقفت وقف معاه، اتنكرت لينا هسه. انا التجربه دي معاكم ما بخوضها، كلام واضح؟ واضح. نتكلم عن اللي بيحصل الان. القوات المسلحة مسألة إنها تسقط منها حتة وتجي ترجعها وما ترجعها ده يعني أنا مثال نموذج سنجة، قلنا ده واحد من النماذج بتاعت التغيير. خدنا نموذج الفاشر، صمود الجيش، صمود المواطن، استحالة على الدعم السريع إنه يدخل الفاشر. دي كانت بالنسبة لنا نموذج الأبيض الهجانة، نموذج بابا نوسى. جينا في نموذج سنار، الدعم السريع داخل عليها،
تداعت القيادات، تداعى الجيش، تداعت هيئة العمليات والمستنفرين، خشوا أمنوا سنار. لحظة هجوم الدعم السريع ده كان نموذج كويس، نموذج سنج الدعم السريع، خش درجة يعني لو في خلال 12 ساعة، وقواتنا المسلحة قاعدة في محاور سنجة لها 3 يوم، متحركات جات من الفاو، من سنجة ذاتها المنسحبة، جات من خشم القربة، جات من بورسودان، تحركت أول امبارح، أول امبارح تحرك متحرك من كيرري، متحرك كيرري ده أنا كنت قافل عليه لأنه ده لو السنجة ذاتهم الضباط في الجيش، جا دقوا كراعون قالوا إحنا ماشيين سنجة، تحركوا بليل داك لحد ما وصلوا يعني خلاص، يعني حس المفروض يكونوا وصلوا سنجة، جايين يموتوا في سنجة، بس ده متحرك من أولى السنجة، من الدالي، من المزموم، من الدندر، قالوا يا سعادتك احنا والله ماشيين نحصل الناس دي، دوروا عرباتهم واخدوا تعليماتهم. لما الجيش رفض في كرري موضوع يوصل لأسرعته، قال لهم اخوانا مبروك اتحركوا طوال، اتحركوا فيه ليلهم. يعني انا شايف التداعي نموذج سنجة ده، دخول الدعم السريع سنجة، انا ما فارق معي، انا الفارق معي انه الجيش بدأ يتحرك ويستعيد ثقته في نفسه ويغير خطته العسكرية. متحركات دي لا 3 يوم دخلت سنجة، محاصرينهم امس قطعوا الكوبري بتاع سنجة بالشرك، يعني خشوا جوه سنجة، تمام، خشوا جوه سنجة. المواجهة الدعم السريع عرباته القاعدة قاعدة في دفاعات متقدمة أو دفاعات متمركزة، ما مفروض تتحرك. الدعم السريع قاعد في سنجة ده لحد حي القلعة، خش فيه ضابط من القوات المسلحة الليلة ربنا في كسره، ومعه مجموعة دخلت القوات بتاعت المشتركة، قائد الجنرال جنا، جنا ده الدعامة بعرفه، بعرفه في الفاشر، بعرفه في دارفور، ومبارح دخل ديندر، حرر الديندر المشتركة والقوات المسلحة وهيئة العمليات والبراء والطيارين والمجاهدين كلهم. امبارح الدندر انتوا شفتوهم قاعدين في الدندر، لدرجة انه طلعوا اعلان الليلة اي مواطن عنده عربية في الدندر من الساعة 8 لحد الساعة 10 يتواصل مع القيادة بتاعت الجيش ودوهن ارقام يجي يستلم عربيته. الامور طيبة لحد هنا، الدندر ظهرنا مأمن، احنا قدامنا منه العدو في سنجة، نجي نتفاجأ انه الجيش انسحب، تحركت انسحبت القوات بتاعت المشتركة، انسحب عبد الله جنا، انسحبت القوة المساندة، خلوا العميد ده ومعاه قوة في حي القلعة جوه سنجة. الدفاعات بتاعت الدعم السريع ال50 عربية المفروض ما تتحرك، في زول قال للجيش انسحب وقال للدعم السريع اهجم. عسكريا الدعم السريع 50 عربيته دي ما المفروض تتحرك، دي اخر تأمين للدعم السريع داخل سنجة، زول سحب القوات دي وقال للدعم السريع يتحرك. احنا امبارح نظفنا الدندر ودخلنا قطعنا الكوبري، في الساعات القادمة قلنا مفروض تستلمه تمام سنجة بدون مقدمات، تنقلب المعركة بدون مقدمات، بدون اي تفاهم، في شنو بسم الله الرحمن الرحيم انسحاب. ليه؟ طيب الانسحاب ده معناه شنو؟ مش انسحبوا، مش وين؟ مشوا ام رخم الفاو القضارف ساعتين، القوة بتاعتنا بدل تتقدم او تتمركز انسحبت من سنجة، ما تخلي الدعم السريع، مشوا انسحبوا لين وين؟ في ام رخم. هيعمل شنو الجيش في ام رخم؟ هيقعدوا يعملوا لهم دفاعات ومناوشات اللي هو حرب ال3 ساعات، تجي تعليمات مجهولة المصدر، احنا لسه بنباري في التعليمات دي صدرت من المقدم او العميد بانسحاب الفرقه 17، فرقه 17 في سنجا من اول يوم ما مفروض تنسحب، تسليحها وقوتها وعتادها بتصد للمواطن. الدعم السريع من شده ما هو ضعيف بيطارد فيني في مصر، بيطارد فيني في جده، بيطارد فيني حتى في سنجا بالمواطن. الزول ده ضعيف عليه اصمت دقائق وهو ما بيقدر يخوض له معركة يومين متواليات. الدعم السريع معروف، معركته كلها نص ساعة، كثافة نيرانية، سقطت له مرحب، ما سقطت بدور عربيته بيفتح.
بياخد له يومين ثلاثة بيجيك في نظام موجات. الجيش عارف الكلام ده والناس عارف الكلام ده، المفروض نتعامل معاهم بنفس الخطة حقتهم، او احنا عرفنا طريقة الدعم السريع. مفروض الناس اللي قاعدين في القيادة ديل، مفروض الربيع ده، مفروض البرهان، مفروض كباشي، مفروض ياسر عطا، مفروض القيادات ديل يقعدوا يقولوا والله احنا 14 شهر. يعني انت لو ما قاري استراتيجي، انا ما قريت معاهم كلية حربية، حس جيت قلت لك الدعم السريع ده طريقته بيجي في نظام موجات وكثافة نيرانية. اكبر معركة بيصمد فيها الدعم السريع هي نص ساعة في المواجهة المباشرة، وإذا أسلحته فوق الأربعين ثلاثين عربية فيها ثنائي ورباعي، ودي حسي ما متوفرة له، ما في أي متحرك عنده العدد ده كامل بيجي في وقت واحد، بصمد له ساعة. بعد ذاك الست ساعات معركته دي بيشتغل بتدوين، بيستهدف المناطق المدنية والمستشفيات عشان يعمل ربكة داخل المدن اللي هو محاصرة. أنا فاهم الدعم السريع ده، أنا ما قريت مع ياسر عطا ولا مركب فريق أول ولا هيئة أركان ولا استراتيجية يا كباشي. الموضوع ده مدروس وبسيط. إذا الكباشي ما عارف استراتيجية، 17 شهر كافي جدا إنه يعرف الطريقة اللي عامل بها مع العدو ده. 17 شهر كافية جدا. محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، أنتوا ما عارفين، الناس ما مركزة معه. قبل فترة أنا كنت بقول لكم برشح ضابط من الضباط يمشي يا حامية شندي يا يجي يستلم بدل منه، يستلم بدل الربيع بتاع سنار ده، لأنه الزول ده ما بيعرف شغل. الزول ده أنا ما بطعن فيه لأنه عندي مستندات وأدلة، واتهم الناس زورا وبهتانا. أنا ما بأخطائه ما بحاسب، لأنه ممكن يجي الربيع ده يكون عنده القدرة والخبرة في الإقناع، يجي يقول لي والله أنت في حاجات مغيبة عنك يا مواطن يا ملكي. ملكية دارت حاسب جيش؟ ما الجيش ده احنا لو حركنا من سنار ولا مشينا سنجا هيخش لي إنزال مظلي، وهيجيني بثغرة أثيوبيا، وهيجي طالع لي بأريتريا. ممكن يقول لي كلام وأنا ما أقدر أرد عليه. انا ما هحاسبه بالخطا اللي ارتكبه، انا هحاسبه بالصح اللي ما عمله. انت ما هو دي جبل مويه، تمشي سنار كلها تموت في جبل مويه. الموضوع ده ما دار درس عصر، حضرتك انت مخندق جوا سنار راجيه ونيجو، لما نيجو حتعمل لي في مقدم فتح الكوبري، عارف القصه دي أنا. كتاب الاعذار بتاع القوات المسلحه، قام في مقدم والمقدم طلع طابور، فك نمره، فك دبابيره، مشى للارتكازات بتاعت المستنفرين، قال لي نجروا المستنفرين، خشوا سوق كوركو، المواطنين جروا الكوبري. انا قصه الجيش دي عارفها، حافظ الكلام ده. الربيع هيعمل كده في النهايه، هينسحب، هيمشي مرخم، من المرخم هيرجع القضارف، من القضارف هيرجع كسلة، من كسلة هيمشي بورسودان، من بورسودان هيتلي بالبحر. انا ما عارف الكلام بتاعك ده، بقول لك الصح ما عملته ليه. الضابط اللي انا رشحته ليكم قلت ليكم كرري فيها ضباط مرين، سيادته برهان ركب الطيارة مشى كرري قدان الخطاب القوي ده، وتصور جم ضابط كده انتوا شفتوه وقلتوا اسمه البعشوم، اسمه دياب، اللي زول عنده ملتحدة ولابس طاقية، ده أول مرة يظهر لكم. ده الضابط اللي أنا كنت بتكلم عنه. البرهان مشى نكته كده، خدت لينا في الواجهة، ما في مبرر خليه يتصور جنبه أصلا في جريري، لأنه أنا كنت بقول الزول ده في ضابط اسمه دياب لواء، زول مر براكم شفت صورته، خدت دبابير دي بس للاستقبال، لكن ما في ستيكر فيه اسمه، وما في اي اسبليطه في صدره، ما في اي حاجه. الزول ده زول بتاع حرب، بتاع ده زول من عمليات لعمليات، ودبابيره دي واسمه فاكيو لانه قاعد في الارتكازات والدفاعات مع عساكره. ده غايد الممكن هو يعمل تغيير، احنا ما بنتكلم سهل، بترشيح من القوات المسلحه. قلنا نجيب الزول المرضى يسوق الجيش ده في سنار، يعني ما ممكن يكون الخطا من المواطن، ما ممكن يكون الخطأ من الجيش نفسه. ليه؟ في احتمال انه الخطأ يكون من القيادة. مفروض نغير منه ربيع ده، مفروض نغير منه حمدان. حمدان يا صرفة انت متهم زورا ومطوب رساي، والزول ده والله زول انا ما دار اتكلم الكلام ده، ولا دار اخش معاكم في الحتة اللي انتوا عارفينها وانا ما عارفها. مصادرك بتتكلم عن الضباط ساي يا اخوي، لا مصادر الا مصادرك انت. حمدان بتاع شندي ده ما نافع. دليلك شنو يا صرفة؟ دليلي حسي بداية نزوح المواطنين من شندي، ما مطمئنين على القوات المسلحة. دليل الثاني انه والله جات تعليمات شفاهة قدامنا صرف له البرهان في عزاء محمد صديق، قال القوات دي تتقدم. الكلام ده له شهرين، هل القوات اتقدمت؟
ما كان في ظروف، الظروف ده انا جاي فيها لواء اركان حرب قار استراتيجيه زول بتاع معارك، انا ما جبت فيها بتاع طبيب معامل بتاع اسنان، انا جبت فيها زول متخصص داير يحل لي الظروف، ما يجي يعيد لي. لو هي اصلا الموضوع ده فاك بدون قياده، ما انا اخدت لي زول بشريط قائد لي حاميه سنار، ازيح الربيع ده اجيب لي زول مجند مستنفر اخدته محله. ليه انا خدت الربيع دكتور لواء؟ ليه؟ لانه هو عارف انه يقدر يخلق طريقه يتجاوز بها الصعاب ويضع عليه حلول. 17 شهر ما قدر يعمل الحاجه، ده اسمه فاشل. لازم يتغير الزول ده، لازم يتغير الزول ده. خطته ما وضع عليه خطه فيها حلول. ما معناها انه الربيع ده لما نسمع كلامنا ونتكلم عن اسمه يمشي يحوم ليه في الدفاعات المتقدمه ويقعد ليه مع العساكر ياكل كوجه، الزول ده وجد ليه حل عسكري. لا لا، الحل العسكري في جبل مويه. مشي جبل مويه ولا ما مشي جبل مويه؟ ما مشي جبل مويه، يبقى ده يا اما متواطي يا اما طابور يا اما فاشل. شوف البريحك وغيره، نقطه عربي انتهى. لكن المواطن والله ما استنفر، المواطن سمع كلام خليفة دنقر، المواطن ما ركز، شينا للمواطن. تعال للجيش، الجيش والله جاته تعليمات العساكر حصلت له الربكة، تعليمات صرفها مقدم، تعليمات صرفها عميد، تعليمات صرفها منو ما عارف. خلاص حملنا الجيش، ما ركزوا، خوافين، جبنة فتحوا، جدعوا سلاح، جدعوا هدوم، كله سمعناه. القيادة اللي فوق ديل الآلهة بتاعتكم ما بيغلطوا؟ عندك لون دليل على غلط؟ ما عندي دليل، عندي دليل انه هو ما عمل الصح، يبقى ما مؤهل. انا داير زول يامن لي سنار، تامين سنار جوه المدينه ولا برا المدينه؟ تامين سنار برا المدينه. الخطر المحدق على سنار من وين؟ هجمه مرتده او التفاف يحصل من سنجه يجي راجع على سنار. الليله دي ترفع التقارير في قوة متحركة متمركزة لها الساعة 4 ساعات في سكر سنار. السكر ده المصنع ده الطيران ضرب وفي قوات مشت ليهم، ومشى السيد اللواء طلال بنفسه وقاده وضربوا الأسبوع اللي فات ده كل، قالوا المصنع بتاع السكر ده حررناه. الله أكبر، نصر من الله وفتح قريب. يا اخوانا ما تستعجلوا في نقل المعلومات، في شنو يا اخوانا؟ ما قلت حررت المصنع. لا لا، المناوشات لسه شغاله، في خلال ساعات بنرفع تمامه، الكلام ده تم اسبوعين ما رفعت تمامه. القوه دي ماشيه هاجمه سنار راس عديل. ماشيه هاجمه سنار راس عديل، يا اخوانا في طرق كثيره بتدعو بها الشغل، غيروا الديدبانات وغيروا الضباط بتاع، جيب ضباط يمسكوا الارتكازات ديل من كرري في اخر لحظه. تجي طيارة هليكوبتر تغير كل الدفاعات القاعدة في سنار جوا وبرا عشان ما تضمن، تضمن انه ما في خيانة، بتضمن انه ده كله ما بتر... ما قدرت تسويه. طيب القوة دي قاعدة في سنار وترفع تقرير قبل ساعات، شفت لكم اي طيارة جات ضربت في المصنع؟ هد المصنع ده عليهم، قاعدين فيه دعام المصنع، انت ماسك فيه شنو المصنع ده؟ ما تهدوا عليه ونضرب باي حاجة، امسح وما تخلي الدعامه يكون عنده نقطه ارتكاز يتلموا فيها. احداثيات المصنع ما معروفه؟ احداثيات المصنع معروفه للمدفعيه الموجهه في سنار اليوم كله دون في المصنع ده، في مشكله ثانيه يا اخواننا؟ طيران ما عارف احداثيات المصنع، تيجي ماشي بيتكون الورديه حقتها خلصت، تشيل لك اثنين ابو 500 وواحده ابو 1000، تمشي مصنع سنار دي ترميها، امشي قرش الطياره في بيتكم قضي ورديتك، رجعت الصباح امشي شوف اضرب الفاشر، اضرب هناك ديلي عندك اي الحياه دي صعبه. تقول الكلام ده للجيش يقول لك والله يا صرفه في حاجات فيها تفسير وفي حاجات ما فيها تفسير. هو الحياه اللي ما فيها تفسير دي هي المضيعانة، يا اما تتفسر بطريقتنا احنا يا اما تجد لها حلول، اما انه الوضع يمشي كده لا ما حنقف، ما حنقف. هسي انت عندك استهداف مباشر لانه الجيش انسحب مشى ومرخم، عشان الناس تكون عارفه ما تقولوا ما وريناكم. الجيش انسحب مشى ومرخم، مشى فيه المشتركه القلنا سم الجنجويد، تسال عبد الله جان انسحبت مالك؟ انسحبت ليه؟ ما في تعليمات بتاعت انسحاب يا اخواننا. اي زول لابس الكاكي شايل كلاش راكب التاتشر ده، ده مشروع شهيد، ما في حاجه تخاف عليها. ما عندك القدره دي والاستيعاب ده، وانه ما في تعليمات انسحاب، وانه الموضوع ده تقدم، ايها الجيش اقلع الكاكي.
ما تركب العربية دي، ما تضيع علينا. الناس تكون فاهمة عشان نقدر نعرف احنا عندنا خطة بتاعت اقلاء. نكلم الناس مين حس يقول لهم اطلعوا من القضارف، نكلم الناس نقول لهم اطلعوا من شندي، نكلم الناس نقول لهم اطلعوا من كسلة. مين حس نكون واضحين؟ انا ما داري كيف انت اخر خط دفاع للمواطنين ديل. انت شايف الدعم السريع مستهدف المواطن، وانت خطه الاخير يا جيش، من اصغر زول لاكبر زول. الجيش عندي كله من البرهان لاصغر عسكري، كلكم بنفس الطريقه، زي ما وريتكم القران بحاسب كيف. الله عز وجل ذكر فرعون وذكر القياده السياسيه وزراءه هامان وذكر الجنود، قال كلهم خاطئين او كلهم صح. من اكبر زول لاصغر زول، كلكم بحاسبكم واحد، رايكم واحد. غلط البرهان كلكم انتوا غلط، البرهان خاين انتوا كلكم خونه، البرهان طابور كلكم طابور. دارين تقيفوا انتوا الخط الاخير حبابكم، ما دارين تقيفوا وروا الناس عديل. ما ممكن تركب تاشر وتنسحب من 70 موتر، تخلي المواطنين يتلبوا من الكبار يموتوا. كلمهم من الاول يا اخوانا والله في هجوم، جاتنا اشاره وشكلنا كده ذخيرتنا ما بتكفي، والتعليمات بتاعت الاسناد والجيوش الملتفه والدفاعات والهجوم الاعتراضي ما حينجح. سوقوا نسوانكم واولادكم واطلعوا. من حسي واضحه ولا ما واضحه؟ حلفة جديدة مستهدفة، والمواطنين قالوا عندهم بكرة استنفار. الجيش اللي في حلفة ما بالقدرة دي، ما عندهم حامية كبيرة أو فرقة كبيرة أو كده. الدعم السريع عارف الحتات الضعيفة، جاي حلفة جديدة. دارين تركزوا مرحب، ما دارين تركزوا شيلوا تلفوناتكم أضربوا للقوات المسلحة، شوفوا اللي بيحصل شنو. دارين جيش يجي يموت لنا في الدفاعات المتقدمة. قوات الشرطة الحسي رجعت الخدمة فوق ال 14 15 ألف. بكرة الصباح تجهزوا طوالق قواتكم بتاعت الاحتياط. الموضوع ده يا اخواننا الموضوع ده استنفار حتى للقوات النظامية. دايرين نمشي ندافع عن حلفة، عن كسلة، دايرين نمشي ندافع عن القضارف. في الموضوع ده بكرة الطيارات تجيف، البصات تجيف، لكن والي كسلة مصر يطلع المواطنين من المدارس عشان يجيب فيها يفتح المدرسه بتاعته. اصرار عجيب. صرف انت عملت اللي عليك، انا عملت اللي علي في مدني وفي القضارف. انا غيرت لك الوالي بتاع القضارف بالمناسبه، انا اللي غيرت الوالي بتاع القضارف، باريته كده لما انشاته بره، جابوا الوالي الجديد ده قلنا استبشرنا به خير. القضارف حسي هي اكبر حجما من كسله. المواطنين اللي نزحوا من سنجه ومن سنار ونزحوا من الميرم ومن الدندر، جو القضارف حسوا مفترشين العرق، قاعدين في الشارع لا اكل لا شراب 4 5 ايام، ولسه في ناس متحركه. المسافات دي طويله 120 و130 و140 كيلو، المواطنين ماشيين بكرعين ونبموت في الشارع. الجيش لكن لسه قاعدين حول القياده فارشين لهم فرشه، خاتين من الفرشه فيها الخرط. احنا نجي بجاي وتمشي بهناك، تجي بجاي وتمشي بهناك. وين اخوان احنا ماشيين جبل مويه، الراجل اللي ماشي معانا جبل مويه بكره الصباح يركب هذيك العربات حق جبل مويه، ديك العربات المشي الجنه وديك العربات المشي الدنيا. استنفار عديل جوه الجيش، دي تعليمات واضحة من المواطن. الدعم السريع داير يدخل أم رخم، بعد أم رخم حيمشي القضارف. القضارف فيها أكبر صومعة في أفريقيا، أكل وشراب الشعب السوداني ما حسي، ولكن السنين الجاية. الدعم السريع وقف المشاريع وسرق التراكترات، أفشل الموسم الزراعي في كل الحتات، وحسي ده موسم الخريف، إحنا بنعتمد على الزراعة المطرية، ما عندنا أكل. الدعم السريع مستهدف مجاعة السودان عشان يجي داخل بالفصل السابع. إذا كان هو حسي في غرى موالية له بيستعبد الناس وبخليهم يتلبوا من الكبار وبيخطف نسواننا، فما بالك لو الدعم السريع سيطر على السودان كما ترى الحرية والتغيير. موديانا لحدفنا عشان يضمنوا هم يعيشوا، عشان صعاليك مجرمين أجرهم في حق الشعب السوداني يضمنوا يعيشوا. الكلام حسي المفروض يحصل شنو؟ المفروض يحصل اكتساح شامل كامل 1 2 3. حصل ولا ما حصل؟ قلنا الكلام ده؟ أيوه قلنا إنه سنجا ما حتصمت ما لم تتحرك قوات الفرقة الثالثة في شندي. القوات بتاعت الفرقة الثالثة اتحركت ولا ما اتحركت؟ ما اتحركت. حصل شنو؟ سنج سقطت المرة الثانية بعد ما القوات دخلت لها وكده. في حاجة اسمها في الخطط العسكرية تشتيت الانتباه. جبتها من وين انت الخطة دي؟ جبتها من الدعم السريع. ماشي سنجا فتح لي نار في جبل موية، لكن هو ما كان هادف دي.
ماشي مدرمان بيفتح لي نار في الكوبري بتاع الفاير، ماشي الفاشر فتح لي مناوشات في جبل كردفان. ما انا فاهم الحاجة دي، تشتيت القوة والتركيز بتاع الدعم السريع. الفرقة الثالثة، طبعا الفرقة الثالثة مشكلتي هسه انا في شندي شنو؟ الدعم السريع عاوزة واحدة من مطالبه، مواطن الشندي واحدة من مطالب الحارب بالنسبة للدعم السريع، وهي حافز، يعني حافز عزيز، يعني الدعامة بيدخلوه المعسكر بتاع الاستنفار، بيقول له والله حنديك مرة من شندي، مدخنة محننة وراجلة بصوته وبسيفه والنحاس ذاته يدقوا لكه، بيقول له كده. صاحبك بيتحمس، اوه كرروك، عندهم قرون وعندهم شوالات وعنده اي حاجة، قال داير دي، قالوا له ده الحافز حقك، دي واحدة من مطالب الدعم السريع، ما سمع يسمع. وقالك دعامة قالوا داخلين ليكم شندي وداخلين عطبرة، والمرة دي قالوا لقوها بترضع في جناح، حيشيلوه خطوه تحت الديستك بتاع التاتشر. 4 شهور المقاومة الشعبية، 4 شهور الاستنفار، 4 شهور الإدارات الأهلية واقفة، لأن السيد البرهان والقيادات بتاعت الجيش بترى إنها تستجيب لمطالب الإمارات وبريطانيا ومصر وتشاد وأثيوبيا إنه ما يسلحوا المواطنين، ما يحموا نفسهم. ليه؟ لأنه إحنا والله حيشتت السلاح في أفريقيا، والسودان حيكون بؤرة للإرهاب والبتاع. هاي المرة يغتصبوها، يخطفوها، يقتلوا جناها، يقتلوا أبوها وراجلها قدامه يربطوا. لا لا، الجيش ما نكون عنيفين إحنا، هاي خليهم بعد ذاك الجيش بتاعنا ما بينسحب، احنا بنسحب قواتنا وعدتنا. طيب دي واحدة من المطالب الدعم السريع شندي، اخطر منها عسكريا في شنو؟ المعاقيل والعواتيب والفرقة الثالثة فيها اكبر استعداد عسكري في السودان. يعني لما نمشي، طبعا الزول بتاع الفرقة الثالثة ده هو طابور، لانه في تقارير اترفعت فيه، لا طابور لانه ما بيعمل الصح، عشان ما في زول يجي يقول لي دخلت في حق الزول، وانا والله ما شغلت بيه كلامكم، شغلت بعدين يوم القيامه، عشان ما اخش في حق الزول. الزول اللي انت طوبرته بشنو يا صرفه؟ انا طوبرته هو والوالي وقائد الحامي والبرهان وكباشي وياسر عطا، شايفين اداء الزول ده كويس انه هو ما عمل الصح. هل عندك تقارير على انه قائد الحامي حمدان ده اللي هو ده، انه زول ده طابور عنده تواصل مع الدعم السريع، قابض قروش، قابض كده، هيجد الشغل؟ انا ما عندي حاجه شفتها بعيني، انا شفته بعيني انه ما حرك الجيش. المعاقل دي فيها اكبر استعداد عسكري، الاستعداد العسكري ده ذخيره ومخازن سلاح ودبابات، السودان كلها قاعده هناك، تمام. الدعم السريع هيجي يستلمها، لما يجي العسكري قاعد يعمل شنو؟ العسكري بيسوق لنا عدتنا دي ولا بيمشي بخلال الدعامه؟ ما نكون واضحين، بيخلي المخازن مقفله، ما بنديها للمواطنين الا يسجلوا لنا، انا ما عارف جانا من وين، الزول اللي احنا شاكين فيه، الزول اللي الستيك قال والله ما يسلحوه، الزول اللي عنده انتماء قبلي، يا اخي سلح المواطن خليه يطلع ميتينك. سلح المواطن خليه يطلع ميتينك وامشي، بدل تديها للدعامي، قلنا الكلام ده في الجزيرة، افتحوا المخازن ادوها للمواطنين بدل تدوها للدعم السريع. خطورة المعاقل السلاح اللي فيها، يا جيش اذا انت قدرت تخلوها لحمدان ده ولا قدرت تهاجم بيها الجيلي، سوقوا السلاح ده بيعوه للمواطنين بيع عديل. هسه في بكره ناس حلفة جديدة قالوا داير اشتري سلاح، ومسكوا في السوق قالوا اسمع التجار حيلموا قروش اشتراها من الجيش راس عديل، برهان بيع عليهم. إذا هي السلاح ده شنو؟ ما زناد وزند. إذا عندك الزناد وما عندك الزند، ما عنده فايدة. السلاح ده ما حدين. زندك ده، زندك يدك، والزناد التيتك. ده بس خلاص، ده الحرب. إذا توفر لك السلاح ما توفر الزند، أدي اللي بيستحقه. شيلوا السلاح ده كله، افتحوا الحاميه، المعاقيل، ادوا الدبابات دي للنسوان دي، اذا ما في رجال حيحرسوا النسوان دي، ادوهن الدبابات دي للواحده تقعد جوا الدبابه دي تقفل على روحها. رجموها دانا، رجموها تحافظ على نفسها وقت ما في راجل يحرسها. ولا شنو؟ ولا تدوها لمستنفر ولا مقاومه شعبيه، فن المقاومه الشعبيه ما سيسه، طلعتوا ميتين ام، ما سيسوا المقاومه الشعبيه. شندي مرقوا في المقاومة الشعبية في بداية السنة دي، مرقوا 400,000 كلاش في يوم واحد، 400,000 كلاش، ده اللي حرروا لحد القمر. يمشوا القمر عديل يدقوا هناك قاعدة سموها المعاقل. 400,000 كلاش.
الليلة طبعا لا، احنا طبعا قيادات المقاومة الشعبية والمستنفرين التقوا بالسيد القائد العام وذكروا بعض وعدهم، وفي لقائه تنويري والسيد القائد العام بتاع المنطقة: خرابيطكم ما سيسوها ما سيسوها، بتيجوا بعدين بتندموا، عشان حضرتك حتلقى كم من الدعم السريع. عشان حضرتك حتلقى كم من الدعم السريع بين رجال شندي ونحاس شندي وصوت عن الشندي مستنفر شندي، المقاومة الوالي قاعدين الدعامة في حجر العسل على بعد 7 كيلو ونص، قال لك بالطريق المزدحم 16 دقيقة. بخشها في جوجل بشوف حجر العسل من شندي الحامية 7 كيلو ونص، قاعدين فيها دعامة 4 شهور. يقول لك لا لا، احنا طبعا الموضوع ده مهم. منو انت؟ كلمة ولاية دي شنو؟ لما يقول لك ولاية نهر النيل، شنو يعني ولاية نهر النيل؟ عندها حدود شمالية شرقية غربية جنوبية. الوالي وقائد الحامية ومدير الجمارك والشرطة لما يكون في إيصالات وتحصيل يخطوا لك الحد بتاع الولاية ده في آخر نقطة. يقول لك ده كله داخل معانا من هنا، عمل لي من هنا. يبدأ يحاسبوا في الناس في الإيصالات من بوابة أم درمان، يقول لك ده كله داخل ولاية نهر النيل. إيصالات هاي يشيلوا منك، تجي ناس المكافحة يقولوا لهم عربات خشب، يقول لك دي في نهر النيل مصادرة اللي باسم الولاية. ما عارف الدعامة شايل لهم 6 زيت واي فيها تلفزيونات وذهب نسوان وثياب وهدوم، يقول لك مصادرة لصالح ولاية نهر النيل، خشوا حدودنا خشوا حدودنا. الواحد لما نيجي وقت الحرب والتأمين والدفاعات المتقدمة، الوالي يقول لك لا، ما هي دي حدود الشندي، هنا احنا ما ماسكين الكوبري ده، الكوبري ده 2 كيلو ونص بين الكوبريين. اقول لك لا، انا مؤمن منو انت؟ والبر الولاية حاكمه ده اللي بيشيل منه ضرائب وبيشيل منه عوائد واللي بتدفع رسوم تعليم واللي بتدفع في المستشفيات، دي كلها حصيلة، دي كل ولايتك الكبيرة. لما نيجي وقت الجد والحرب، الوالي يقول لك لا، بس من الكوبري ده احنا دفاعاتنا المتقدمه هنا خطينا، والمدفعيه عطبره قاعده في الكوبري بتاع عطبره ده، والكباري ان شاء الله الله الجماعه ده يشوفوا دوس. لا لا، ما قاعدين يشوفوا دوس، لان خطتك بتعتمد على انه انا اخلي الدعم السريع يصل سنجه. اول من وصل سنجه بينه وبين الفاو وام رخم والقضارف وكسله كوبري، الكوبري اخد فيه خدمه، بالليل الخدمه بدون مقدمات انسحبت. انسحبت ليه يا سعادتك؟ والله يا اخي فيها طابور، لكن احنا عشان ما نلفت نظرهم احنا هنغير الخدمه كلها ونجيب الساعه 7 صباحا. احنا قاعدين وقاعدين، سلام عليكم، خدمه جات؟ لا والله، لا خدمه جات، لا والله، خدمه جات، لا والله. وهو قلت له شنو ليه ناس الهيئه او المجاهدين لما جيتوا تنسحبوا؟ لا، قلنا لهم دايرين نغير التسليح بتاع العربات دي. لحد ما واقف في الكوبري، فتح الكوبري، دخلوا الدندر، دخلوا سنجة، جينا بعد ذاك في ال20 عربية، والله في نغيب طابور وفي 2 عساكر طوابير. ضيعت الولاية، ضيعت المواطن، ضيعت البلد. عشان حضرتك استعدوا، اجهزوا واعدوا لهم. احنا ده كان كلام الاستعداد للمواجهة دي. المحاسبة حسي واضحة يا سعادتك، الزول ده ما دخل حجر العسل، نظف رفع عليه فئة تماما، بينه وبينه 7 كيلو ونص، هل ده بيقدر يوصل الجيلي؟ لا. ده بعدين لو الدعم السريع دخل شندي هيعمل شنو؟ هيسلم السلاح اللي فيها. المعاقيل شندي الحامية العسكرية في شندي الفرقة الثالثة، رجاء كلام بتاع رجال، شيلوا السلاح ده، ما تدوا لي راجل، ادوا لي النسوان ده لحرس الروحي، عشان ما يتلبوا من الكباري والوحدة اغتصبوها تلقى روحها في تشاد ولا تلقى روحها في ام جرس. شيل الدبابات دي يا برهان، بكرة الصباح اصرف الدبابات دي واصرف، اقول للمرأة يهودا غبرك وكفنك، حطوا فيها كفن وسلموها لأي مرأة. السلاح الدبابات اللي عندكم في المعاقيل في الفرقة الثالثة في 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 واحد من الدفاعات الثانية دي، أو أمس ولا قبل كم يوم جاتهم تعليمات بالانسحاب، واحد من الدفاعات الكبيرة في شندي. صغار الضباط يعني من نقيب رائد كده قال والله ما بننسحب، قاعدين. بعد ده قامت القياده غيرت التعليمات، قالوا من هنا احنا ما ماشيين. ولا تدوا لا مقاومه شعبيه ولا مستنفرين. شيلوا السلاح ده، شيلوا الكلاشات دي، بكره الصباح افتحوا المخازن، ادوا للمواطنين. هيعمل شنو المواطن؟ هيجي يبل البرهان، ما هو البرهان الدعامي جاي يبله
خلي المواطن ده يبلغ. انت خايف من المواطن ما خايف من الدعامي؟ المواطن ده 90% من سلاحه هيوجهه للدعم السريع، نسبة 10% دي ممكن تسيطر عليها. لحد الآن ما في مواطن بدرت منه أي تخويل للقوات المسلحة. لما نلقوا الجيش في الشارع ما قاعدين يسيئوه، لما ننسحبوا من سنجة وأهله يموتوا، هسي المواطن اللي اتكلم في ود النور قدم 6 شهداء أولاده، ستة ماتوا بيدافعوا عن حقهم. طلع في لقاءات في التلفزيون قال والله لو فضل عسكري واحد احنا معه وما بنلوم الجيش. بعد ده كله قال انا ما بلوم الجيش، اللي بخليك يا سياسي يا حمر انه انت تفكر تحمي البرهان وتحمي نظامك بانه انا والله ما اخلي السلاح في يد المواطن. انت بتستجيب للكلام اللي قالته الامارات، وبتستجيب للكلام اللي قالته امريكا، وبتستجيب للكلام اللي قالته اثيوبيا، والكلام اللي قالته تشاد. يعني شنو لو ودينا السلاح تشاد؟ وين المشكلة؟ ما هو ده مجرد مثبت انه تشاد قاعد تخش في المعركة دي. ما هو ده محمد كاكا قال يا اخي ياسر عطا كيف يتكلم مع الامارات؟ علينا ايقاف. قال انا ما بقعد في الكرسي ده والبرهان قاعد في كرسيه وياسر عطا قاعد في كرسيه. قال لن يستقر النظام في تشاد والناس دي قاعدين في الكراسي. قال محمد كاكا عديل. جوكم تشاديين من المعارضة التشادية والجيش التشادي، شنو يعني أنا خايف على تشادي يخش سلاح من المواطن؟ ما هو إحنا ماشيين حنطلع ميتينهم في تشاد، حنطلع ميتينهم، الموضوع ده مسألة زمن ولا حنخليهم. لكن أنا أجفف السلاح من المواطن لأنه بعدين ممكن زي ما قال صرفة تحصل ثورة مسلحة، الثورة المسلحة ما جاياك. الثورة المسلحة ما جاياك، أنت هتمشي وين أنت؟ إبراهيم جابر أنت هتحكم منه بعدين؟ كباش انت هتحكم منو بعدين؟ ياسر عطا انت هتحكم منو بعدين؟ برهان انت هتحكم منو بعدين؟ دارين تعملوا توازن ولا خططكم شكلها شنو؟ كلكم نقيفوا كده، وريني الاركان دي انت مركبه شنو؟ مركن فريق اول فريق جن على شنو مدينك له؟ على انك انت تدير المعركه العملياتيه، الموقف العملياتي زي وشكم. موقف العمليات زي وشكم، بتقع قدامك المشكلة ما قاعد تقدم في حلول. اعملوا تحركات بتاعت الربكة، يا ياسر عطى اقطع بالجيش بتاعك ده لك شهر، يا ياسر اقطع الكوبري، ياسر اقطع الكوبري، ياسر اقطع الكوبري، ياسر اقطع بحر فاضي. الدليل شنو يا صرف انه بحري فاضية؟ الدليل الدعم السريع بعد ما مرق على سنار وعمل تجمع قواته وطلع مشى سنار ضرب الكوبري بورا ظهره بيقفل كشكة عشان الجيش من ام درمان وكرري ما يقطع له، عشان يقطع الطريق انه الجيش ده من كرري يطلع يمشي المصفى او يطلع ينظف بحري ويلاقي جيش الكدرو. جيش الكدرو الان مسؤوليته كبيرة، افتحوا الابواب اطلعوا. لكن ما هيحصل، هتستشهد وما تستشهد ما تستشهد. في شنو اعز واغيم من كرامة الشعب السوداني وارواح الشعب السوداني؟ يعني انت هسي في المعسكر ده محافظ على روحك عشان شنو؟ هتيجي تلقى سنجة فاضية ومستباحة، هتلقى الدندر فاضية ومستباحة، حافظت على روحك عشان شنو؟ التمن اللي هتلقاه، هتقعد مع اجنبي هيكون قاعد في بيتك اجنبي، والحاكم السودان ده عامي مستشاره يمين وشمال خاين. وين وزارة الخارجية؟ وين النائب العام؟ وين اللجنة كوان البرهان؟ وين وزارة العدل؟ القحاتة المفتوح فيهم بلاغات ماشيين مصر يقعدوا مفتوحة فيهم بلاغات بناء على تهم. موضوع ده لن يسقط إلا بمحاكمة. هم ماشي يديهم شرعية في مصر يقعد معاهم، ماشي عقار يقعد معاهم يقول لك والله يا أخي إحنا دارين نناقش. عقار بيتكلم كفصيل سياسي ماشي يحافظ على حقه ومكتسبات حركته، دار يقعد مع حمدوك المفتوح فيه بلاغات. حمدوك ارهابي، حمدوك كتلنا، حمدوك خدت يده مع الدعم السريع يا عقار. انت ماشي تخش تديه شرعيه، المفروض تمشي تربس تجيبه السودان، تسقط منه التهم براءه من المحكمه حتى بعدين تمشي تقعد معاه. ما الموضوع كله جيش، الموضوع كله الموضوع ده سيطره من فوق كده ماشي انه احنا والله نسلم البلد دي، ما اكتر. تصدينا لمؤامراتكم دي من يوم 15 احنا واقفين فيه. وما زلنا حنقيف وحنبتدع 1,000,000 طريقة لن تسقط.
البلد. احنا ما قاعدين ننتشل في السودان ده وكرامة الشعب السوداني من براسنا الدعم السريع، احنا قاعدين ننتشل في البلد دي وكرامتها وحريتها من الخونة الماسكين نادل. تخونة ياسر، افتح الكرري اقطع الكوبري، لحد ما الكوبري ضربوه قلنا خلاص ياسر هيبتدي علينا طريقة جديدة. ياسر مضغوط الجيش، يا اخي ما تطلعني يموت، انت مشكلتك شنو؟ احنا مشكلتنا مع ياسر شنو؟ حسي ان ياسر ماسك الجيش جوا المعسكرات دي وما فكاهم، ماتوا. دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، دخلت النار مرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فك النازل خليني يمشي يموت، انت دخلت انت مالك ومال، ولا ماشيين باستراتيجيه يا صرف. استراتيجيه ضربوا لك الكوبري، خلوا لك مسار تاني فاتح، اتفضل امشي، عندك قوه خاصه. احنا عندنا قوه اسمها خاصه وقوه نخبه، ليه؟ عشان نكتشف الشارع، عندنا مسيرات. ما امشي شوف الكوبري ده ملغم، امشي شوف الكوبري ده فيه راجمات قصداه، امشي شوف الكوبري ده فيه، افتح الباب بتاع كرري، افتح الباب ده، دار امشي معانا بحري يهوديك، العربات واقفه. زمان موضوع حلايب ده وقفوا البساط، ابكدوك ونميري كهن الكبار دي المشي يا اخوانا، الناس جوب السواطير جوب شنو هذيك هذيك ماشيين نحرر حلايب وشلاتين وما عارف دخلوا وين وبتاع، ناس تركب البساط باب باب. ابكدوك ده مره مثبتينه من اديس، قالوا الاثيوبي ده دخل الفشقه ما وقف في الفشقه ولا مشى سالون خشلين جوه هناك، لو تعال راجع ماشي وين انت؟ وقف الباب ده البساط دي، بكره يا اخواننا حنجيب البساط السفريه هاجرها انا ده، وقفها قدام الباب بتاع كرري ده. احنا والله خرجنا في سبيل الله، سبيل الله هوديك بحري، سبيل الله ما كرري. كان مرحله التدريب والاعداد، الان السودان ينهار، الانهيار سرعه الانهيار تتسارع. بيجون المثبطين والخونه اللي بيجي بقول لكم نمرقوا من بيوتكم فكاكم في العراء، بتموتوا حسي في القضارف. لو كان ثبتوا الله قال لكم مالكم، لما يقول لكم انفروا في سبيل الله مالكم تثاقلتم من الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا. في موضع تاني ربنا بيقول لنا في الايات دي، يوم حنين قال عجبتكم انفسكم كثرتكم انتوا كتار، بعدين ضاقت عليكم الارض بما رحبت، الان ضاقت علينا الارض بما رحبت، ضاقت صدورنا بما رحبت. بعد ده قال انزل السكينه في قلوب الذين امنوا. بتجي المرحله دي، انا صراحه الليله ضايق صدري، ضاقت علي الارض بما رحبت بعين، ما عندنا تفسير. الغلط ده عملتوه ما قدر تفسره لينا، ما سالتك، ما في زول يفسر لي خطا في السودان، عقليتي مخي استيعابي استراتيجيتي ما بسمح، ما بفهم، ما تفسر لي خطاك، اشرح لي الصح ما عملته ليه، ما الذي يمنعك من فعل الصح؟ تفضل مقترحات في شندي، قالوا هيأمنوا الدفاعات المتقدمة بمستنفرين، بكرة الصباح الكلام ده. عندنا جيش قاعد في الفرقة الثالثة والمعاقيل، تمام، خياري وما عارف الحتات العجيبة دي. عندنا جيش راسه عديل، جيش راسه عديل، دايرين نمرقوا الاولاد دي نحطهم في الدفاعات المتقدمه والجيش يقعد جوا. الكلام ده انا ضده تماما. الشهرين اللي فاتوا ديل المقاومه الشعبيه البرهان قال يتم لها تدريبها وسلحوها ويدوها كلاشاتها وعرباتها. انا ما عندي تقرير بالحاجه دي تمت، عشان كده بقول الاولاد ديل ما يمشوا. الجيش داير يحرس شندي قدام حدود شندي، وين اصرفها؟ البوابه الشرقيه بتاعت المصفى. الجيش داري يخط لي دفاعاته في المعاقيل دفاع متقدم جنب، انا ما بشتغل بالكلام ده، بايعيننا ما تعملوه، خلوا الدعامه يخشوا بدون مقاومتكم. دي دار تامن شندي، خش لي شفتها جوه المصفى، المصفى ده فاضل فيه شنو؟ 30%، دمروا الدعم السريع كله، اي حاجه مساحه امشي امسح المصفى ده، ما مسحت المصفى سياده طلال يتفاءل بك المواطن واتفاءل بك انا ذاتي. الحمولة والمسؤولية عليك وعلى سلاح الطيران كبيرة، لا تحسم المعارك بسلاح الطيران.
المعارك بتتحسم بتثبيت الدفاعات وتواجد القوات. اليوم كله انت طاير في الجو ما بتحسم معركة في الارض، واضحة دي؟ اي الطيران ميزته انه يفك لك حصار، يضرب لك مجموعة من القوة القليلة يخليها متناسبة مع قوتك في الارض. لحد هنا اسفي في الساعات الجاية هيقول لك احنا والله حنرجع للمدفعية. الليلة ما كان في طيران، ما في طيران تقريبا. طيران بكرة هيشتغل، وطلعت الاوامر بالاكتساح والاجتياح. تسمع الكلمة دي تقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا. اي والله طيران نشتغل ونصور الجو يا حبيبنا، ما اسمه اجتياح واكتساح بالواطة. حتى حج سلام عليكم، كيف اخبارك؟ تحسم المعركة كيف؟ تثبيت دفاعات، تواجد قوات. عندك واطة جيش في الواطة في الحتة دي؟ اي انت منتصر، انت مسيطر، ما عندك جيش. لما بالجو احنا راصدين كل حاجه، الضب مليون حته، انا شفت المواطنين نزحوا خلوها لك، والدعامه قاعدين، انت ما ضربتها، انت ما فجرتها، ما مسحت بها الواطه. خليك من الخرطوم وبحري وارتكازات و خليك من ده كله. في الجزيرة دي بيرفعوا لك تمام مليون حتة. الحرقة قتلوا فيها 114 شهيد ونزحوا منها 37 ألف أولاد الحرقة في الجيش، أولاد الحرقة البرة، أولاد الحرقة في السودان. قالوا لكم يا أخي امسحوها بكرة أبيها. دعامة قاعدين يطلعوا لحد ما يمشوا الدنورة. 20 موتر يعملوا لهم مجزرة ب 224 شهيد، 35 طفل. الجيش قاعدين، لانه احنا والله التعليمات بتاعت الربيع، اللي هو الربيع، الا الربيع بتاع الدعم السريع ده. السيناريو دي لا احنا نكون ملخبطين. الربيع ده بتاع الدعم السريع ذاته، والله ولو كان قائد الجيش ده وطابور ما كان عمله الزول ده. ده ربيع الجيش ده، ده ما ربيعنا ولا بنعرفه ولا انا ما عندي له حاجه. يا سيدي ياسر عطو، السلام عليكم، كيف اخبارك؟ جيش القياده اللي قدامك ده شايفه؟ اي احنا القياده دي اقترحنا من شهور، اول من طلع منا البرهان، قلنا نحاوله لنقطه عاديه زيها زي سلاح الاشاره. المد القياده حس قيمه شنو؟ انه فيها رئاسه هيئه الاركان، فيها فريق اول رئيس هيئه الاركان واداره غرفه العمليات والسيطره، عشان كده القياده حس عندها قيمه. احنا الزول ده ما نمرقه من هناك، نمرقه من هناك نخفيه، وعديل يطلع من هناك يجي يظهر لنا في كرري. نخلي القياده زي سلاح الاشاره، زي المدرعات، وحده مفروض نحميها. قياده السيطره بتاعتنا لا يمكن انت تغوض المعركه من البدروم، لانه انت لازم تشوف بعينك، تسمع باذانك، تشم بنخرتك، عشان تتخذ القرار الصحيح. 90% من المعلومات اللي بتصلك جوا البدروم ده كلها مضروبه. دليلك شنو يا صرفه؟ دليلي هو الناس قدام العين، قدامهم، لا صدرت لهم تعليمات ولا شافوا ضابط، انسحبوا من الفرقه 17. عينك عينك براون العساكر انسحبوا، انسحبوا من الكوبري بتاع العرب، انسحبوا من الكوبري بتاع الدندر. دي الحالة قدامك، العسكري شايف. ممكن تسأل السواق بتاع الأول المتعرض، تسأل وتقول له منو قال لك انسحب؟ العسكري ذاته قدامه يقول له جاتني تعليمات من منو ما معروف. معلومة بتتضلل قدام الناس، فما بالك بالزول اللي قاعد جوا البدروم وما شايف. كيف هيئة أركان السودان، هيئة الاستخبارات العسكرية المنوط بها المعركة دي، رئيسها قاعد محاصر جوا القيادة العامة؟ ما حتنتصر طبعا، ما حتنتصر. صبيرة صبيرة، انت ما حتنتصر، ما حتنتصر، لانه انت قاعد في الحتة الغلط، انت الزول الصح قاعد في الحتة الغلط. انا جايز قصرت مع الجيش، خونته، قلت له انت الزول الصح قاعد في الحتة الغلط. تاني عشان بكرة الصباح الناس تكون عارفة، الناس المتحملة المسؤولية، رئيس هيئة الاركان محمد عثمان الحسين، ده تعليماته في يده،
ده رئيس غرفة السيطرة، رئيس القوات البرية. البرهان ما بيقدر يديه تعليمات، ده بيجيه المعلومة 90% من المعلومات اللي بتجيه داخل البدروم غلط. طوالي على بناهم بيقوم بيقول له يا اخي والله المتحرك ده يمشي، الطيارة دي تقوم، الجيش ده يعمل التفاف، ما عنده خطة واحدة نجحت. ما عنده خطة واحدة، لا خطة بتاعت انسحاب نجحت، ولا التفاف نجحت، ولا دفاع نجحت، ولا هجوم نجحت. ما دوم درمان الفرحانين با، ودي كرر الفرحانين با، ودي الواحة والدوحة. أداة العمل الخاص، ناس في الشارع تعليماتهم في البندقية، الكلب ده لو كان عنده بأي علاقة أقسم بالله اليوم الدين ما تتحرر الإذاعة دي. ما عنده بأي علاقة، الجيش لما خش الإذاعة ذاته لما اتخلع. سيادة زكريا ده لما وصل شارع العرضة ما كان عارف ده شارع العرضة. قاطع ماشي بجيشه ده بل أقسم بالله لو كان عنده بأي علاقة لليلة ما كانت اتحركت. يا صرف طبعا كلامك ده بيكون فيه زعل، لا ما فيه زعل. الجيش اسمع، هو احتمالين، 90% من المعلومات اللي بتصل صبيرة ورئيس هيئة الأركان إدارة السيطرة غلط، والدليل إنه خططه زي وشه لأنه ما شايف بعينه. طبعا من حقنا نقول فيه أي كلام، ليه؟ لأنه هو ما قاعد جوه، ما قاعد برا، ما شايف بعينه. أبا المواطر دي غلبوا له دباباته، أبا المواطر دي غلبوا له دفاعاته، أبا المواطر دي غلبوا له هليكوبتراته وطياراته. أبا المواطر ولو خطته ناجحة أبا موطر ده ما بغلبه ولا شنو؟ لو خطته ناجحة أبو موتر ده ما بغلبه. ما تبلي الكلام ده جيش. محمد عثمان الحسين رئيس كل القوات البرية ورئيس القيادة والسيطرة. أنا أقلتك، انا عقيلتك، انت ما عندي، ما في حساباتي، جيش الشارع الزول ده ما عندنا معه شغله. خططه دي تسب له في ميتينه، تسب له الديك، الف دا الف لام دال كاف، تسب له الديك. احنا ناس مسلمين، تسب له الديك بس. تكتب له في التوصيه والاشاره تقول له انت لو راجل تعال قود الخطه دي برا، ولا خليك قاعد في بدرومك ده حارس شنو. ليه بتقول عن الزول ده كده صرفه؟ عشان نحسم الموضوع ده في الجيش. يا إما 90% من المعلومات اللي بتصل محمد عثمان الحسين مضروبة وبناء عليها بيعمل خططه زي وشه، يا إما 90% من الخطط والمعلومات اللي بيطلعها محمد عثمان الحسين للجيش والقيادة هي المضروبة. واحد فيهم ضارب، جيش مرتكز متقدم، عجبتكم كثرتكم في معركة السنجة كما قال القرآن، جاهزين متحركاتنا. الرجل الثاني في القوات المسلحة مشرف عليها، البرهان ذاته تاني يوم يجي المشرفين واقفين، والله في مقدم صاحب القوة، نعم في مقدم صاحب القوة. يا أخي بالله عليك النبي، واحد من اتنين يا جيش، يا إما محمد عثمان الحسين ده بيطلع 90% من خططه ومعلوماته ضاربة، وهو طبعا عنده علاقة وطيدة مع السعودية، علاقة وطيدة، والدليل هي قواتنا القاعدة 15,000 محنن قاعدين في السعودية دي من قيادتهم كلهم محننين قاعدين هناك. في شنو بيسووا؟ في شنو انتوا قاعدين تسووا شنو في السعودية؟ ما قلنا تتحركوا وتجي منكم 5,000 بس، 5,000 ادونا 5,000. ايش يا برهان ادفع للسعودية دي حق مرتبات المحننين اللي قاعدين في عاصفة الحزم دي؟ اديهم بالريال ذاته جيبهم. انت مش داير مرتزقه ولا داير شنو؟ عمل لك مقاومه مشيت غننت علينا، عمل لك مستنفرين مشيت غننتوا علينا، خفيتهم من الكوكب تماما. من اول يوم عملت السياسه بتاعتهم وقانونهم قلت لكم احنا بنعمل مقاومتنا الجديده برانا. مستنفر يطلع يمشي ارتكازات الجيلي، يمشي ارتكازات الشندي، بكره يقف شافع استشهد، واحنا عندنا 15 اسد، 15,000 اسد قاعدين في السعوديه حارسين موسم الرياض. انتوا الله بعدين ما عندكم طريقه. شوف من قبرك تخش النار، ما تيجي مري بالصراط ما عندك وش تقابل به الله عز وجل، ما عندك. قاعد تسوي شنو في السعوديه؟ تفضل.
ايوه اتفضل. والله احنا حارسين بيطلع، عرفت كيف ده بيطلع اول حاجه، والوداك تحارسه شنو سيد الدعوه، ضرب مثال بالحجر الاسود والكعبه، قال لزوال الكعبه اهون عند الله من قتل نفس مؤمنه بغير حق. سيد الدعوة ذاته حسم الموضوع. احنا وطبعا كنا هناك في حالة استعداد، لانه الحوث حوثي منه يا زول، قوموا فكوا حنتكم دي، اركبوا الطيارة تعالوا راجعين. احنا طبعا ساندين الجيش وبندعم وبنسوي، انتوا ما ساندين اي حاجة وما بتدعموا اي حاجة. ها وبيجي اليوم اللي بنتحاسب فيه، انا بحاسب الجيش ده بعدين، والله حسابي معاكم بطل بطل. كل الشعارات دي واحد من اكبر المؤسسات في الدولة دي، واحدة من اسباب المعركة دي واستهداف العالم لنا، شركة من الشركات الحكومية. الشهور اللي فاتت دي برازي في المدير حقه، يا سعادتك يا اخي المؤسسة بتاعتكم دي تعمل لنا افران يا سعادتك. وعدنا الناس في مدرمان قلنا لهم دقيق، انتوا ما ناس الدقيق، وعدنا بعشرة مليار، سلخ روحنا دي في مليار واثنين وثلاثة. احنا سعادتك يا اخي الناس بتتبرع في اليوم نسوان بيبيعوا ذهب، والله العظيم بنتبرع ب 30 و70 و80 مليار بتصل في اليوم الواحد، 4 شهور مجرجلنا فيها. اتفاجأ خلي الكوربشن الحاصل جوا ده كله خليه يا برهان، تزلت ما تقاريره مرفوع عليك من بدري، انت ما عندك معاه مشكلة كان، وجبته في مكتبك ده سمعت اسطوانة وغطيته على الفساد في الخمسة وفي ال 12 مليون، صح؟ اتفاجئ انه زول عنده هوية اماراتية وعنده فيلا حس مشتريه وكروزر 24 منزله في دبي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. قدر ما اقول انه احنا والله صامدين، واحنا والله تجاوزنا النهر، واحنا والله شفنا فساد وشفنا بيع. لا 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 ما بيختموا له في جوازه يا سعادتك. هو قاعد في مصر بيجري في اجراءات وبيشتروا في سلاح للقوات المسلحه، قاعد في دبي، قاعد في دبي. الكلام ده يصل اضانك يا سعادتك وتقوش اضانك، لانه انا حشر الورق ده تمام. انا لا هخلي القوات المسلحه دي تتكسر، ولا حخلي الشعب السوداني ده يتكسر، ولا دعم سريع هيحكم السودان ده، فهمت العربي ده؟ ولا جيتنا ب محل ما تقبل ان البلد دي والله حارسينها رجال واقفين فيها رجال، الرجال اللي حيظهروا ديل في علم الغيب. لكن احنا شفنا نص الايه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، شفناهم في المعركه دي واستشهدوا وماتوا وقدموا دماءهم. ما بتقع ما بتقع بكل الخونة اللي فيكم ديل، بكل الطوابير اللي فيكم ديل. انا كلامي عملية الاكتساح الحسي بترتب لها قيادات القوات، وضعت الخطط بتاعتها، كل مرة يضعوا الخطة، خطة الاجتياح. الخرطوم فاضي يا ناس القيادة افتحوا الباب، بحري فاضي يا ناس القيادة افتحوا الباب، المصفى فاضي يا ناس الفرقة الثالثة افتحوا الباب، يا ناس الإشارة اطلعوا استشهدوا برا. القوات دي ما حتقيف، امداد القوات ده ما حيقيف، شيلوا سلاح الإشارة ده ودوه قدام، امشوا هناك كافوري، امشوا شرق النيل، معاقلنا اللي بيخشوا بقى. انت ما ممكن تقعد تدافع السنة كلها، بس انت داخل على سنتين بتدافع، سنتين بتدافع، اطلع لهم برا هناك، بتدافع عن روحك ولا بتدافع عن سلاح الإشارة؟ انت سلاح الإشارة خليه لسقط، دوروا عرباتكم ده امرقوا من السلاح، اضربوا تليفون لناس الكدروا طوالي نخش. دي اسمها خطة الاجتياح. موضوع الخطة بتاعت الاجتياح دي 3 شهور صرفه، بكرة هيشوف ان شاء الله. والله غير البل ما قاعد يشوف حاجة. الدعم السريع لم ينتصر بقواته، يدخل سنجة بمواطر، يدخل سنار بمواطر، ما عنده قوة. كل الموضوع يكون مرتبط بانه المدينه صامده، فيها منفذ واحد، فيها ضابط خاين، يجي في النهايه الجيش يفتح لي كتاب الاعذار.
اديهم اديهم حتتين انه في نغيب نغيب قلناها يا سعادتك كتير، اديهم مقدم يا اخي مقدم قلناها خلاص الليله دخلوا لهم عميد، في عميد باع عميد ما معروف جاي من ما معروف جاي من وين كيف يعني. اسمع احنا والله ما قدرنا نسلح المواطنين لانه بعدين ما بنعرف السلاح ده مشى وين، الواحد يجي يقول له صرف التعليمات دي منه يقول لك ضابط مجهول، ضابط مجهول كيف انت ضباطك ما عازبون ضباطك ما عارفون، تجي للمواطن اللي بتحمي نفسه تقول لي ما بديه السلاح لانه بعدين هيكون السلاح ده في ايدي ناس انا ما بعرفهم، وانت ضباطك ما حاسبهم، هل ادت تعليمات في مدني منه؟ ما عارف. هل ادى تعليمات في سنجة منه؟ ما عارف. هل ادى تعليمات في كوبري عرب منه؟ ما عارف. هل ادى تعليمات في الدندر منه؟ ما عارف. وكلامنا للقوات المسلحة في المعسكرات في المدرعات في كرري في شندي في كل الحاميات العسكرية في الفاشر في أي منطقة في بابانوسة، أفتح الأبواب ده أطلع الشارع ده متو ده آخر خط دفاع عندنا، أو انتصرتوا كالله أحب المحسنين. إحنا ما بنقبل نشوف قواتنا دي أسيرة، وما بنقبل نشوف تضحيات ودماء شهدائنا ديل في يد الدعم السريع. تاني ما في حاجة اسمها ضابط بتاع جيش اتأسر، ادي روحك طلقة، ادي روحك طلقة، خش فين بعربيتك دي في اخر بنزين خش في ما تجيف ما في حاجة، هم في النهاية حيصوروك ويبشعوا بيك حاضر ويشرحوك وانت شريح. خطة الاجتياح خطة الاجتياح، الساعات الجاية دي اجتحتوا حبابكم، كسل فيها جيش، الجيش ده مسؤول انه يتحرك الان، الفاو فيها جيش مسؤول انه يتحرك الان، مشينا كوبري الخيار وجينا قاطعين، والله سيادة ادم هارون قال نعمل التفاف لكن القوة لانه المنسحبين دي نفسياتهم، تعالوا نقعد نحضن فيكم نديكم ورود ولا شنو يا جيش؟ والله يا زول لما ننسحب اسمع هو البطالة دي احنا قام نوصل كده تفكفك بيتكم بس، ولا تأهيل نفسي ولا تأهيل ميتيني، جد جد يا زول جد جد بس. قاهرين استراتيجية شغالين تدوين والله من الصباح، بل ده الاجتياح بتاعكم بالطيران انت ما حتحسم معركة، مدفعية موجهة ما بتحسم معركة، احداثيات بالملي ما بتحسم معركة، معركة بتتحسم بها حاجتين، تثبيت دفاعات تواجد في تواجد قوات. اعلن التعبئة العامة يا برهان يا هدي، كسلة القضارف بورسودان ثلاثة حتات من 17 حتة ما مسيطر إلا على 3 حتات ومواطنيننا بينزحوا، دار تعلن التعبئة بتين يعني الخطة بتين، أرى النصر كما أراكم الآن جلوسا، كلماتك للصحفيين تراه بشنو؟ أنا برى النصر في شهداء القوات المسلحة، وأنا برى النصر في الرجال الواقفين، وأنا برى النصر في المستنفرين الضحوا بأرواحهم، بجي بلقى انه الاسلحة المعتمد عليها في الانتصار كلها كسرت، لا مستنفر قاعد لا مقاومة طلعت لا تعبئة عامة لا والي القضارف شايفين المواطنين قاعدين في الشوارع فاتحين الاسواق الناس شغالة الناس طالعة عربات، الوالي عنده اجتماعات مدارس، ما هو اللي بيعمل فيه ده ما حذرنا ناس مدني، ويشهد الله ويشهد ناس مدني كل مرة، طبعا الحرية والتغيير بتعمل لي مشكلة مع مدني وناس مدني والمواطن، أنا المواطن طبعا قبوله لي حبه لي تأييده لي ما شغل بك كتير، احنا موضوعنا فوق قيادة فوق الله عز وجل، جيت قلت يا اخي والله مدني واحد اثنين ثلاثة، طلع الوالي قال يا اخي الانصرافي مسلط علينا صرفه الله دنيا وآخرة، عليه صرفني لأنه كنت بتكلم في وزاراته، كنت بتكلم في الهيافة اللي بيعمل فيها، كنت بتكلم في تغييب المواطن واستعداده، الناس شغالة بأنها بتبيع في بيوت جاهزة بيبيعوها ب 30 و 40 ألف دولار، هنكر جملون صغيروني كده موردينا من تركيا وداخلين معاهم قحاتة بيعملوا في اجتماعاتهم، قاعدين فيصل محمد صالح والصعاليق اللي معاه بيعملوا في الندوات، ومدني بينه وبين مدني 40 دقيقة خمسة ستة شهور بنتكلم، هسي الوالي بتاع القضارف بيعمل في نفس السياسة، الوالي بتاع كسل بيعمل في نفس السياسة، يا زول كسل بينك وبينه الدندر الفاو ساعتين
هو بيخط في مخطط المدرسة، والمواطنين قاعدين ينسحبوا من كاس الإدارة. تجرب له أنت، الإمارات عندها مشروع سيطرة على الموانئ على البحر الأحمر، المشروع ده طبعا أكبر من الإمارات، وهي دولة وظيفية. حماد بن زايد لا عنده طموح لا أحلام، لا هو فاهم بيعمل فشل زي الموظف. المينا ده مرتبط مع مينا في أريتريا، مصوع. مصوع ده الإمارات عندها فيه قواعد عسكرية ومطارات، لهم ماشيين اثيوبيا. منو قال لك الاريتري ده واقف معاك اساسا؟ لانه الجيش قال لك احنا ما عندنا سياساتنا، وحاولنا نحيد اريتريا وحاولنا نحيد جنوب السودان. منو اللي بيحيدها؟ ده لا لا ما بقدر احيد حاجه، ده كاهنه هي بتاع، انا ما بقدر احيد حاجه، ده شغل بتاع كاهنه كبار. التحييد بيتم بالاستعداد. اتوقع انه الناس اللي يدخلوا القضارف كسلة يربطوها مع اريتريا ما مع اثيوبيا. اضمنوا خط امداد مستمر يخش بيه جوا افريقيا. محمد بن زايد ما شايف الشعب السوداني ولا شايف السودان. بالنسبه له المينا بتاعنا ده اتربط كل المواني دي، والصومال الجديده وسقطرى واليمن بهناك، هو دار سيطر على الحته دي. المشروع ده واضح، قحاته شايفينه، تسابيح شايفاه، ابراهيم المرغني شايفه، حمدوك بيدافع عن الامارات شايفه. لا العملاء خونه، ان شاء الله مصيرهم ان شاء الله في الدنيا والاخره عارفينه. نسأل الله إنه مصيرنا ما يكون مصيره، ونسأل الله إنه يتقبل من الناس ويخلص النواهي. الموضوع ده محتاج وقفة بكرة الصباح، يقفلوا أي حاجة في القضارف. آخر حتة فضلت لك عشان تأكل وتشرب، الآوية ناس سنار وسنجة، والآوية ناس الجزيرة ومدني، هي القضارف. مستوعب الناس ديل وعلى قلب يلقوا فيها في الصوامع، في الغلة، في تنظيف المحاصيل، الناس بتطلع مصاريفها. آخر حتة أنت مصدر أكل وشراب، دي ما فيها هزار. استعداداتكم كيف في القضارف؟ لا الجيش رافع تمامه، لا الجيش رافع تمامه، لا الناس مستعدة. التقارير ممتازة في كل الرسائل، بتجي الفرقة والقيادة وهيئة الاستخبارات كلهم رافعين التمام بتاع القضارف. خرابيطكم دي ما بتنفع معي. وين أنتوا في الشارع؟ مواطن القضارف شايف الجيش وشايف الفرقة وشايف الخلية حايمين في الشارع ولا ما شايفهم؟ هي اللي شفنا المستنفرين اول من سنجة سقطت، والله ما شاء الله نزلوا كمية مستنفرين وكمية ارتكازات وتفتيش يا زول، والله ما خلوا حاجة. والليلة فيه لا لا ليلة ما في، ما حتتبلوا، ما انت مستهدف، انت مستهدف. امك واختك واخوك وابوك دارين يمرقوا من القضارف، امرقون يا مستنفر، امرقون يا جياشي، دار تمرق معاهم حسي عشان نعرف عددنا كم. فك فك سوق ونمشي. عندك كسلة وعندك برصدان، مازالت وقت الدعم السريع جايك، عندك حلفة جديدة مازالت وقت، وعندك حتة تمشيها تاني ديك مصر، خش تهريب يا زلمة. وعندك اثيوبيا اللي بتكتل الناس في الشارع الشوارع وفي الغابات، حاضر، وبالتاجر بهم. عندك جنوب بس محل ما قدرت تمشي امشي، احنا والله ما عندنا لك اي حاجة، ما عندي لكم توجيهات. بسوقوكم الدعامه وسوقوكم القحاته، امرقوا من القضارف قال لكم امرقوا، دار تمرق الدار يقعد معانا ده يوري، يرفع يده يا اخواننا ويختبر. يا هديك الدفاعات المتقدمه 60 70 كيلو من القضارف بكل الاتجاهات، داير ما يدور الدار، يمشي بكره يرفع يده ويبلغ يا اخواننا دي قاعده الحاميه وديك الدفاعات. الدفاعات المتقدمه ما فيها ثنائي، ما فيها رباعي، ما فيها اسلحه نوعيه، الكلام ده قلناه قبل كده. ما امشي يا مواطن كشف، لقيت الحاجه دي ما ارجع الفرقه قول له يا اخي اسمع، الدفاع الفلاني ده على بعد 30 كيلو كله مسلح كلاشات، اضرب للبرهان قدامنا، افتح السبيكر، قاعد اقول الكلام ده ليس سنه وسبع شهور. في الاخير الواحد يفكر انه يهرب، اللي بتحصل الربكه بعدين وتجي تنتظروا العدو يخش عليكم، تجوا زي ما شفناها في الكوبري بتاع الدندر، هدوم مجدع، الاكل مجدع في الواطه، خش الجيش وضرب للناس تلفونات، تعالوا شيلوا عرباتكم. الليله الدندر تاني استلم الدعم السريع، الحرب كر وفر، كر بتعرف شنو فر شنو، ما تقعد تخمني بالكلام ده يا زلمه. ما في حاجه اسمها كر وفر، في حاجه اسمها حسابات. انت داخل المعركه دي تنتصر ولا داخل المعركه دي تنسحب، بتفرق. داخل تنسحب ولا داخل تنتصر؟ داخل انتصر وطلعت حي كيف؟ ما يا موت يا شهادة، يا نصر يا شهادة.
دخلت المعركة دار تنتصر، أنا لقيتك حي. قال لي والله يا جماعة لاقونا في الشارع. قالوا لنا يا نغتصبكم يا نكتلكم. قال لها هو عمل شنو؟ قال لها والله يا سي ها؟ واضحة يعني. يا نصر يا شهادة، أنا القتال شهر مليان عساكر بيبكو جارين من الدندر، عساكر بيبكو جارين من سنار، عساكر بيبكو جارين من مدني. ما خلاص، قال لي يا تشي تشي، ما هو ده واضحة ولا شنو؟ يا نصر يا شهادة حي ليش شنو أنت؟ لا انتصرت لا استشهدت، مشيت تسوي شنو أنت؟ خطتك المبنية دي على الانسحاب ما تمشي. مين الأول ما تمشي يا إخواننا؟ نعيد خطتنا يا سعادتك. إحنا ماشيين نعمل شنو في سنجة؟ ماشيين نحررها. أدينا الخطة قافلة. إحنا الناس دي لو دخلوا لنا بيجي تنوير، التنوير ده بنوركم الغاية العام، تنوير البروف النهائية. قاعد ننوركم نقول شنو؟ قاعد ننوركم نقول شنو؟ لما نخش يا اخواننا هنخش بالبوابه دي وهنخش بالكوبري ده. العدو لو جانا بالجهه الغربيه، العدو لو جانا بالجهه الغربيه دقيقه طلع الدفاتر، عندي معلومه من الارض وعندي معلومه الاستطلاع واستخباراتنا. عدد العدو 50 عربيه مسلحين، فيهم ثنائي 12 عربيه، مسلحين رباعي 13 عربيه، الباقي 3 شارات. عدد المواطر 700، احنا هنودي قوه فيها 800 موتر، هنودي ثنائي 50 ثنائي، هنودي رباعي 50 رباعي. احنا ماشيين نتحر العدو ده، ماشيين بي والله ب 13 تاشر و4 كلاشات، واحنا والله سنصمد وبتاع وقاعدين تعرضوا. لا لا ما ينفع كلام زي ده. مين الاول ما تمشي؟ تنويرك يا سعادتك، اسمع قلع الرتب دي عشان اقدر اتكلم معاك عادل. اقول لكم تقلعوا الرتب بتاعتكم دي كله، من البرهان لحد اخر عسكري. اقلع رتبتك دي يا زلمه. ماشيين نسوي شنو؟ عربي واضح. يا ربيع احنا ماشيين جبل مويه نسوي شنو؟ نكتسح، هنخش بيت اتجاه بجبل الدود حررناه. وتاني هجيب الجهه الشرقيه، المفروض يجيب الجهه الشرقيه منه متحرك الفو. شفتوا احنا منتظرين سيادة برهان، سيادة ادم هارون يحرك الفاو ويجيب بالخياري، وبعد ما يقطع كوبري العرب احنا بعد ذاك المتحركات. اسمع خططكم اللي زي وشكم دي بتنفع. هوي القاعدين ديل احنا ماشيين جبل مويل، ماشي معانا منو؟ الماشي معانا منو؟ ماشيين كده. عدد العربات كم؟ نقسمها على 4 اتجاهات. احنا بلانا نقسمها على 4 اتجاهات في شنو يعني؟ عدد المواطن 50، اطلعوا سنار كلها تطلع تمشي جبل مويه. متوا هناك اديتوا واجبكم، نصر وشهاده. لكن انتوا عاملين النصر شهاده انسحاب. والله سيادته بس هو اللي ادانا تعليمات، سيادته منه والله ما معروف. طيب يا اخي تلاقي امك واختك المغتصبه بعدين تقول لها تعليمات الانسحاب واحنا والله اديتنا لا قول له اسم الضابط. طيب اعرفه يا تعليمات بالانسحاب منو اللي اداك لها؟ فلان فلان، وانت منسحب وجاري اكتب اسمه في ورقة العقيد فلان الفلاني قال ننسحب وموت او اهرب، ما عندنا مشكلة. بعدين نجي نعرف انه العقيد ده قال لنا انسحبوا. جيش كامل نقعد نحقق في منو قال للناس انسحبوا من الفرقة 17 ما لاقينه. يا اخوي ده كلامنا واضح. قيادة العامة هيئة الاركان، اذا رئيس هيئة الاركان ده بتصلوا معلومات خاطئة فهو دي نتيجتها خططه في الانسحاب والدفاع والهجوم والارتكاز زي وشه، لانه المعلومه اللي بتصله خاطئه. القصور من منه؟ القصور منه هو قاعد جوا القياده العامه يسوي شنو؟ ده موضوع ما بخصنا انا. انا ماله مال الجيش محافظ عليه ولا ما يحافظ عليه؟ ما هو ده قادتنا قاعدين كلهم في بورسودان. جاتهم شنو يعني؟ ما ده قاعدين في كرري جاتهم شنو؟ ما هو ده الظافر قاعد في المهندسين جاو شنو؟ ما هو ده سلاح الاشاره بقيادته جاو شنو؟ ما هو ده نصر الدين قاعد في المدرعات جاو شنو؟ امرق الزول ده من هنا لانه الزول ده مكلف بملفين، او شيلوا منه الملف بتاع القياده والسيطره. كلكم يعني الموضوع ده واضح. فالان الناس اللي في القياده العامه طبعا بيسمعوا اللايفات دي بمجازفه. ممنوع في حتات معينه كده ما حقولها، لكن ممنوع انه اللايف بتاع ده يستمع عند العساكر. شغالين انه بيسمعوه تهريب عديل. ممنوع والله العظيم. في معسكرات ما فيها ستارلينك عشان اللايف ده، بيطلعوا برا بياخدوا العمل الخاص. مهمتنا الاولى ينزل اللايف بتاع الصرفه، بعدين بيجوا جوا بيتداولوه مسجل. حقيقه والله العظيم هسه الناس اللي قاعده في القياده ديل انتوا عددكم كافي وكتر، احنا ما دايرينكم تطلعوا الشارع اول، دايرينكم تعملوا اصلاح داخل المؤسسه العسكريه.
فلان ده كعب يزحى، فلان ده كعب يزحى، وجاب فلان الفلاني. انا برا الملكي الكهنه، ها ملكي كهنه قاعد اصرف لكم تعليمات. يا اخوي جيبوا دياب ده بدل الفرقه الثالثه، جيبوا دياب بدل ربيع، بديكم حلول اصلاحيه. ما قلت لك جوط الجيش ولا تمرد ولا اقلب؟ فلان ده ما نافع، بخالف تعليماته، بحاسبه بالمنطق والحجه. خطتك كانت شنو في سنجا يا سعادتك؟ انتصار واكتساح، ليكم 5 يوم حسي قاعدين تنسحبوا زياده. انا شايف وحسي لما جيت اتكلمت قبل 6 شهور، قلت ناس الهيئه والعمل الخاص ديل في جهات في القوات المسلحه بتحاول تستنزفهم، والكلام ده الناس كلها فاهماه او حاساه. يعني العمل الخاص هو اللي بيطلع براهم، هو اللي يقطع الكوبري، هو نمشي يود البشير، هم نمشي الدوحه، هم اللي يعملوا العمليات الخاصه النوعيه في الجزيره. الجيش يجي بعد ما يفتحوا للشارع الجيش يقعد له دقيقتين وينسحب. فواضح انه في زول بيصفي في الناس دي. الحاجه الحاسه بقت مثبته انه قياده القوات المسلحه بتعمل في حاجتين. الأولى السلاح اللي بنجيبه بالجلالة ده بتستنزفه في كلام فاضي، والتانية إنها بتستنزف في قوة القوات المسلحة في المقاتلين. يعني الليلة إحنا لقينا واحد مقاتل شرس صامت جامد واقف قاد القوة دي، ودخل الدندر ودخل لحد حي القلعة في سنجة، تخلت عنه الحركات الجيش المشتركة، وتخلى عنه المجاهدين وهيئة العمليات، انسحبوا باقي المتحركات، خلوه أسير. دارين تحافظوا على البلد دي يا سرعات وأنا بخاطبك؟ أعمل عملية بتاعت اكتساح. عملية الاكتساح دي عندك في الخطة مكتوبة اسمها شنو؟ العمليات الإرباكية. افتح لهم بحري، افتح لهم غرب وجنوب ام درمان، كويس، افتح لهم الجيلي. العمليات اللي بتتم في الدوحه دي انتصارات كبيره جدا، لكن ما بتربي كالعدو. احنا قاعدين نمسك في قوه قاعده في البيوت مرتكزه، وجوده انه بس تحافظ على حياه الدوحه، الجيش ما يخش. لكن هي دي ما عمليه قوه مقاتله وارتكازات انا بقدر أربك بها العدو. الدوحة الصالحة دي ما بتربك العدو، بربك العدو في الجيلي، بربك العدو لما نقطع الكوبري، بربك العدو لما نفتح الباب بتاع القيادة العامة، خش لهم بري وارتكزوا، الدفاعات تكون متقدمة. عملتوا الحاجة دي دارين تنتصروا وتحافظوا على البلد وتحافظوا على القوات المسلحة. ما عملتوها من شندي لحد دنقلة لحد تكون لكم بتساهموا في إنه البلد دي تسقط. واجبك حسي تفتح الباب تطلع تاني، ما في حاجة. الفرقة الثالثة اذا ما بتقدروا تحافظوا على المواطن وتحافظوا على النساء المستهدفات بالاسم من الدعم السريع، سلحوا النسوان في شندي ونهر النيل، ودوهم مدرعاتكم القاعدة في المعاقيل، ودوهم مدرعاتكم القاعدة في الفرقة الثالثة، ادوهم الدبابات القاعدة بكيسة عشان ما يركب الدعامة يركب ميتين بعدين. الدول المواطن فرط فيها حافظ بها على روحه، افتحوا بكره المخازن وزعوا السلاح ده زي ما عملناها في نهايه السنه اللي فاتت. افتحوا المخازن، سلحوا المواطنين، سلح المقاومه، سلح المجاهد الجاي بعقيده انه يستشهد ويدافع عن البلد. اديه سلاحه ما بقدر يمرق ده، خدت له الرباعي والثنائي، وانت يا جيش املص كاكيك ده من حسي، والدار يمرق يمرق، شارع فاتح، دار تمشي محل ما تمشي، الله يسهل لك. لكن تكونوا عارفين قوات مسلحه هدف الدعم السريع في النهايه هو لما بدا المعركه دي فتشكم بالاسم، ولما لقاكم قاعدين في المعسكرات وفي الاسلحه مشى بيوتكم، خطف نسوانكم وخطف امهاتكم وساومكم. يعني انت يا جياش الدعامه ده حيقتلك حيقتلك، والقحات اللي كان ببلغ فيك وبلغ فيك وبلغ عنك بيجي راجع السودان حيواصل في شغله ده. الليلة احنا عندنا كشوفات المتعاونين، الليلة عندنا كشوفات الخونة، لا هيئة عمليات دار تشتغل، لا دار يفكوا الجهاز بتاع الأمن، لا دار يفكوا الأسماء دي عشان نازل تعاقب.
اعدامات في الميدان عشان ترعب الباقين. انت ده كله دار تنتصر بهذه الطريقه، انا دار افهم. ما في حاجه بتيجي في الدنيا دي بالذات الانتصار، بالذات الانتصار لازم تعمل عشانه. في عوامل الانتصار لازم تحققها، لازم تحقق عوامل الانتصار دي. افتحوا الابواب دي، اعملوا اكتساح ميداني، طيران يشتغل 24 ساعة، نزلوا المصنع بتاع سكر كنانة، نزل المصنع بتاع سكر سنار ده، قوات القاعدة فيه دار تهاجم سنار عديل، عددها ما كبير 50 طيران، ده طلال الجيش بتفائل بيك، انا بتفائل بيك، المسؤولية اللي عليك كبيرة، القوة دي مش هبداها انت، والهجوم ده بداه انت، بخاطب القوات القاعدة في سنار والماسكة ارتكازاتها، اركبوا مواطركم وعرباتكم، ساعة الفجر الأولى احنا نكون جوا جبل موية. القوات الرجال الواقفين في شندي والواقفين في نهر النيل والواقفين في عطبرة اتحركوا على المصفى ده من كل الاتجاهات. 1 2 3 يا سرعات، ده آخر مرة أنا هقول اسمك، لأنه تاني ما حيكون في زمن خاطبك فيه أصلا، ممكن تكون أنت ما في أنا ما في، ما معروف اللي بيكون فينا ما في منه، لأن القصة دي ماشية كاتمة. انا بخاطبك حسي، بقول لك اعمل اكتساحك ده، ادي تعليماتك علني، الناس تمرق، لقينا قدامنا عمارة فيها قناصة معانا 3 دبابات قدام، ننزل العمارة دي في الواطة واحنا ماشيين، نولع البلد دي واللي عادي الخطة اللي مشيتوا عطلتوها انتوا. الناس متفائلة والجيش متفائل والدعم السريع بيجي مشتت، استراتيجية الدعم السريع في الانتشار والتشتيت ادتك مساحة عندها تتمدد، معقول امشي استرد دندر؟ انتوا بتخجلوا، هو مشبح في مليون حتة، سهل جدا تحافظ عليها، سهل جدا تستردها. رجعوا تاني سرقوا العربات اللي خلوها في الدندر، العربات اللي انتوا اعلنتوا لها سيادة انه يستلموها، رجع الدعم السريع تاني سرقها. لا لا، الكلام ده ما ينفع، الكلام ده ما بينفع. جيش كسلة، جيش القضارف، تحركتوا في الساعات القادمة، حميتوا نفسكم وحميتوا مواطنينكم، اتأخرتوا خلال الساعات القادمة دي ساعات ما يوم، ولا عندي لكم زمن تاجي أكلمكم، خلاص بعد ده بالنسبة لي أنتوا دعمي سريع طوالي، ولا خونة ولا طابور دي 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 مصطلحات تشريفية ليكم، شرف ذات انك تكون خاين وطابور في الجيش، لا انت دعامي راسك عديل. جيش كسل اتحرك حسي مرحب، جيش القضارف اتحرك حسي مرحب، العدو بينك وبينه ساعتين امشي له في حتته، حاصروهم من كل الاتجاهات امسحوهم، نقطة عربي انتهى. بتعيش كسل في امان، بتعيش القضارف في امان، بتعيش حلفة في امان، بتعيش بورسودان في امان، انتظرتوهم يجوكم، بيسهر نقيب، بيسهر مقدم، بيسهر عميد، بيفتح الكوبري بيخشوا ببلوا ميتينكم. قضارف وكسلة اتحركوا، فرقة الثالثة اتحركوا، يا سرعتها افتح كرري، اي طابور فيها حرك العمل الخاص، اللبيب في سنار وقال ما بيطلع من سنار لانه لو طلع بتحصل فيها الخيانة وبيحصل فيها البيع، يا لبيب سيكو قواتك دي امشي استشهد لنا في جبل مويه انت ذاتك. المجاهدين وهيئه العمليات والمواطنين مقتنعين بيك ومقتنعين بفدائيتك، مقتنعين بتعليماتك اللي في يدك. في النهايه عارفين انه هو بتيجي كلكم تخضعوا للسيطره، لانه بيخضعوكم بالسلاح، ممكن تتعمل فيها متمرد ومخالف تعليمات، محمد عثمان الحسين يمنع منك الذخيره بكره الصباح بي. فعشان كده دي واحده من الحياه اللي بتربط الجيش مع بعض وبتخلي الزول يلتزم بالتعليمات، لانه في النهايه مصيرك ده مدار ذخيره، لو ما اداك لا البرهان ولا محمد عثمان الحسين ولا كباشي ولا ياسر عطا ما بتموت حتى لو خالفت التعليمات. احنا يا اخوي ده كلامنا واضح، الربيع ده بكره الزحف في الساعات القادمه، او خليه قاعد والناس عرف التعليمات، ماشيين جبل مويه، ماشيين نحرر سنجاء، ماشيين نقضي على الجيش القاعد في سنجا، تطلعوا بمواطر، تطلعوا مجموعات، عندك شهادة أو نصر، أي جيش يمشي حتة، الخطة بتاعتك الانتصار دليلك فيها إنك قلت يا شهادة يا نصر، طلعت لي حي أو انسحبت معناه أنت ماشي تنسحب ما ماشي تنتصر، خطة ما مكربة ما مقفلة ما تمشي فيها، أضغط الغاية دي يوريك الموضوع ده واضح،
17 شهر دي كلها كنت في كورتابكم دي تكلموا مع بعض واضح. ساعات الجاية دي نشوف تغيير، لازم نشوف تغيير. دي المعركة المفصلية الآن ضد الخونة الجوة، ضد القيادات اللي بتبيع، ضد العملاء. دي معركتنا القادمة الآن في الساعات الجاية. الموضوع ده ما وانا سوى لحد تقول انتصارات ولا بشريات، ما في بشريات. الجيش ده كله يتكبب جوا سنجة. لقيت الغام، لقيت دبابة، لقيت قناص، كل الجيش ده يتكبب جوا سنجة. حسمنا سنجة، طلعنا طوال الدندر كارتينا، الجماعة دي يتحرقوا جوا الدندر، ما يفضل فيهم ولا زول. طوالي بقواتنا دي داخلين مدني، طوالي بقواتنا دي داخلين مدني. تعليماتك في الشارع، قرضنا جبل مويه خشين مدني، طوالي تعليمات واضحه. اي حاجه في النص والله الرؤيه، ومن ما الرؤيه الزول الوضع الرؤيه 17 شهر ده كانت رؤيته كلها انسحابات. ده ما بتاع عسكريه، ده ما قاري اركان، ده ما عنده اي ميتين يتبلى هو ذاته.